مين فينا إبراهيم نور الدين؟ إبراهيم نور الدين الهادي السمح المبتسم، ولا إبراهيم نور الدين المنفعل العصبي الحاسم؟ سؤال يطرح نفسه، مين فينا إبراهيم نور الدين؟ أنا ولا أنا؟ سؤال محتاج إجابة كبيرة جداً جداً في الفترة اللي جاية. مستني تعليقاتكم في الفقرة اللي جاية، خليكم معايا، تابعونا هنا في قناة الأهلي ومن خلال ملعب الأهلي. كابتن ماهر شكرا جزيلا لحضرتك. كابتن سيد شكرا. كابتن طارق حج مبرور وشكرا جزيلا لحضرتك. خليك. شكرا كابتن سيد. كابتن أسامة شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا كابتن سيد. الليلة طويلة معاكم، وهي ليلة يعني ما كنتش أتمنى أبدا أنها توصل بالشكل ده. ممكن تتعادل وتخسر كمان، ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي أزمة، وما فيش أي مشكلة إطلاقا ولا أي قضية. دي كرة القدم، والبرشلونة والريال واليوفنتوس كله بيخسر، لكن بالشكل ده ما شفتش. هقول نفس المقدمة اللي قلتها، ومن خلال تعليقاتكم كمان جاوبولي على السؤال اللي أنا طرحته من شوية، ومن خلال تعليقاتكم على اللقاء قولولي رأيكم. هقول نفس المقدمة اللي بدأت بيها في مباراة خسر الأهلي فيها نقطتين ملعونة، الكورة اللي صوتها أعلى فيها من صورتها، ملعونة الكورة اللي وشوشها فيها مكشوفة، في مباراة لابد أن يتم فيها طرد محمد الشناوي وإبراهيم نور الدين أيضا، في مباراة لابد أن يكون فيها ثنائي يخطئ أو يخطأ. المرة الأولى كانت أحمد الشناوي مع إبراهيم نور الدين، والمرة الثانية محمد أبو خاطر الفتى المدلل لدى لجنة التحكيم، وأكثر من أخذ مباريات أو أعطيت له مباريات في الفترة الأخيرة رغم الخبرة القليلة، وإبراهيم نور الدين. محمد محمود لطفي لابد أن يكون له دور في هذا اليوم الطويل جدا من خلال تسلل، يعني أعتقد أن ما فيش حد في العالم كله يقدر يحسبه غير محمد محمود لطفي. من خلال تعليقاتكم استناها وهقراها، وبعد الفاصل هيكون معايا كابتن سمير عثمان، وعندنا هنا حكايات كتيرة قوي عشان احنا ما بننساش أبداً. وافتكلك ايه يا بصلة وانت كل قطمة بدمعة. بعد الفاصل سمير عثمان.